بين المسرح القومي والمسرح اللي بيتقدم حاليا في رأيك؟ شوف انا مش هظلم حد، انا ما بتفرقش على حاجة وما عنديش حاجة لفتت نظري بحيث ان انا اقدر اقول لك ان انا شفت واعمل مقارنة، والمقارنة تبقى ظالمة لو انا قارنت المسرح القومي باي مسرح ايا كان ايا كان موجود في جمهورية مصر العربية.